وداع الأحبة معلقا. الجميع يودع الشهيد أيسر صافي من أهله ورفاقه وأحبائه، إلا أبيه وشقيقه المغيبان قصرا عن جنازته خلف قضبان السجان، ليبقى الوداع حسرة في قلوبهما بفعل محتل يقتل ويسجن من يشاء. أيسر شاب مهذب محترم مكابح مكافح، بيشتغل مع والده في المحل هين، والده في السجن وأخوه كمان في السجن. كنا ننتظر إنهم يطلعوا من السجن، لكن قضاء الله وقدره وشاء إنه أيسر يستشهد. رسالتي إنه إحنا زينا زي أفراد هالشعب الفلسطيني الموجودين هين، إحنا مش أحسن من شهداء غزة، إحنا بالعكس زينا زي شهداء غزة، والله يرحم الجميع. وأيسر يعني نعتبره شهيد عند رب العالمين. تقول والدة الشهيد أيسر بأنها راضية بقضاء الله وقدره، لكن الفراق يمزق قلبها. أنا على فراقه رضيانة، أشهد أنا رضيانة. يما محلى الشهادة. الشهيد أيسر صافي ابن عائلة مناضلة في مخيم الجلزون، يبلغ من العمر 20 عاما. كان يحلم بأن يكون مدربا رياضيا، فهو يدرس التربية الرياضية في جامعة بيرزيت، لكن الاحتلال حرم أيسر من تحقيق حلمه بفعل رصاصة غادرة، فارتقى شهيدا على المدخل الشمالي لمدينة البيرة خلال مواجهات مع الاحتلال. أيسر بعد ما سجن أبوه وأخوه الكبير، واحدة من الشغلات اللي كان فيها يعمل انه يساعد امه في المشغل، في مشغل الالمنيوم اللي بيشتغل فيه ابوه، وهو اللي داير باله على امور الدار وداير باله على اخوته صغار، عنده 2 اخوة صغار وعنده امه، كان ايدها اليمين يساعدها وكايم فيها. كان نفسه يصير في بير زيت وبدرس في كلية التربية الرياضية، كان حلمه يكون مدرب رياضي وبلعب قدم، شاطر في الدراسة وحتى تطور في المهنة تبعته. ما زال مخيم الجلزون شمال رام الله يقدم التضحية تلو الأخرى على مذبح الحرية، وفي الذكرى 76 للنكبة نكب المخيم مرة أخرى باستشهاد واحد من خيرة أبنائه، ليرتفع عدد شهداء المخيم إلى 6 منذ 7 أكتوبر الماضي.